مرحبا بكم مشاهدينا إلى نشرة الأخبار من القناة الوطنية الأولى، والبداية بالعناوين. مع افتتاح موسم جني الزيتون في عدد من ولايات الجمهورية، القيروان تحتل المرتبة الثانية وطنيا في إنتاج الزيتون السقوي وسط تقديرات بأكثر من 147 ألف طن من الزيتون. انطلاق الحملة التوعوية داخل فضاءات الاستقبال للمؤسسات الاستشفائية العمومية للتعريف بأهمية استعمال بطاقة لباس وبالخدمات عن بعد التي يوفرها المركز الافتراضي. في الشأن الوطني، ومع افتتاح موسم جني الزيتون ورغم أنه يعد بموسم جيد مقارنة بالموسم الفارط حسب التقديرات، إلا أن ذلك لا ينفي وجود العديد من الصعوبات التي ترافق هذا القطاع. منير الرابعي من القيروان تنقل عبر الروبورتاج التالي إشكالات الفلاحين. تقديرات بأكثر من 147 ألف طن من الزيتون منتظرة خلال موسم جني الزيتون الذي تم افتتاحه بإحدى الضيعات الفلاحية. موسم واعد لم يخلو من إشكاليات يعاني منها الفلاحون، أبرزها تواصل عامل الجفاف. إنتاج على مستوى ولاية القيروان 147 ألف طن من الزيتون، ما يقادر 30 ألف طرناطة من الزيت، منهم 9000 طرناطة من الزيتون البيولوجي. الكميات هذه باش توفر أيام عمل في حدود 1200 مليون و200 يوم عمل على مستوى امتداد الأربع أشهر هذه للموسم. إن شاء الله موسم واعد. الإشكاليات هي بالنسبة لنا ما هو هي العوامل الطبيعية، الساعة الجفاف هذيك حاجة خارجة على نطاقنا. هنا عندنا نقص في الري، خاصة في فصل الصيف. فصل الصيف الضوء يقص برشا، معناتها ديما يقعد عندنا نقص، معناتها يبقى مرات يبقى حتى بالستة وسبعة سوايع وهو مقصوص الضوء على خاطر الشارج كبير برشا. وعندنا مشكلة ثانية هي أنه المسالك الفلاحية. افتتاح قابله أصحاب المعاصر بالجهة بقرارهم تعليق العمل إلى أجل غير مسمى بسبب صعوبات جبائية تتعلق أساسا بمعلوم صندوق الجوائح ومعلوم الخصم من المورد على بيوعات الفلاحين لثمار الزيتون ورفض الفلاحين للخلاص بالسكوك البنكية. المشكلة الكبيرة هي 1% متاع الجوائح، نبقى قرروا في 2018 وما فعلوش وما قصوش علينا، ما قالولناش كيفاش بنا طريقه نقصوه. تو رجعوا لنا 4 سنين وخمس سنين، الماكينه التاليه جايتها 3 مليارات 2 مليارات. بمفعول رجعي. وتنجم السلطة تتصل بالاتحاد الفلاحين وتشوف المنظورين تاعهم، كانوا طرحنا مثلا احنا طالبين مبالغ رهيبه جدا اللي هي تتجاوز المبالغ، يعني اقل معصرة 300 مليون توصل حتى 3 مليار. احنا مع تطبيق القوانين ولكن بروشينمون، لانه ما كناش نعرفوا هل 1% هذه وحتى طريقه اقتطاعها كيفاش تتم ولا كيفاش يتم الديكلاراسيون تاعها في القباضه. فالمقترح نتاعنا انه 1% هذايا يقع اقتطاعه عن طريق المصدرين واللي هي الحلقه نتاع الزيت، وين ينجم يتحسب وين ينجم يتكلكل. ورغم هذه الصعوبات يبقى موسم جني الزيتون مناسبة لدفع العجلة الاقتصادية باعتباره يوفر أكثر من مليون يوم عمل بالجهة التي تحتل المرتبة الثانية وطنيا في إنتاج الزيتون المروي. نواصل الحديث عن موسم جني الزيتون، وفي الروبورتاج التالي نقل للعادات والتقاليد التي تعرف بها منطقة لمساعيد من ولاية القيروان خلال هذا الموسم، وخاصة فيما يتعلق باستخراج زيت النضوح الذي يعتبر من أفضل وأجود أنواع الزيت مذاقا وقيمة غذائية. وقد شارك عدد من الأطفال عادات الكبار في جني الزيتون وعصر هذا النوع من الزيت. منير الرابعي والتفاصيل. من تحت هذه الصخرة الصماء تخرج أولى قطرات زيت نضوح ذو الفوائد الجمة الذي تتقن الخالة صيفية استخراجه بالطرق التقليدية، طريقة الكركيب التي ترفض هجرها واستبدالها في عملية مضنية ومتعددة المراحل لكنها بمذاق الحنين إلى الماضي. يا القرقاب هذا كان يتكلم ما قرقب من حب جي ذا العباد قوافل وانت ما كسبتي له البيت ونقرقبوا في الليل اللي يطلع النهار والنساء ظل تغني وتزغرت ونتفحوا ونعسروا هكا ظل نعسروا اللي يبقى كان الماء والزيت ونطلعوا قليل بالزيت تتلفح نروحوا بها للدار نحطها في الدار نعدوا بها الفطيره
ونعدوا بها خبز الشعير ونشربوا منها الكح واليمرض وندنوا العصيدة. تقاليد متوارثة في جني الزيتون وعصره، يعمل أهل المساعيد على تعريف الأجيال الجديدة بها في مثل هذا الموسم لتظل متجذرة فيهم كعمر الزيتونة. جينا باش نشوفوا الطريقة التقليدية متاع رحي الزيتون. نحينا الزيتون من الأشجار وتعلمنا من عند المرأة كيفاش نرحيوه وردوا زيت ونعملوا منه بزيت حاجات باهية وناكلوه. يكون عندهم اطلاع على الطريقة التقليدية في استخراج الزيت، زيت نضوح اللي معروف به منطقة المساعيد من ولاية القيروان. كنا لنا الفخر ان جينا وان هالورود اللي طالعه وهالجيل الصاعد حبينا نوريوه العادات والقيم القديمه. نحضروا على جني الزيتون كيفاش الطريقه التقليديه في عصر الزيتونات، حبه الزيتون باش نتحصلوا من بعدها على الزيت زيتونه، زيت مذوح اللي به للكحه، به للامراض معناها تو الجريب باش يبدا والكل مع تقلب الطقس. وتعرف عمادة المساعيد من معتمدية الأعلى بزيت الزيتون الجيم المستخرج من الزيتونة الرومانية والذي حظي بجوائز عالمية. بدعم من الصندوق الوطني للتأمين على المرض، انطلقت بعدد من المؤسسات الاستشفائية العمومية حملة توعية للتعريف بأهمية استعمال بطاقة لباس وبالخدمات عن بعد التي يوفرها المركز الافتراضي، وذلك تمهيدا لاستعمالها بداية من السنة المقبلة. وسيشمل استخدام هذه البطاقة 8 ملايين تونسي. فكرة عن الموضوع في روبورتاج إيمان بن عمر. انطلقت الحملة التحسيسية داخل فضاءات الاستقبال للمؤسسات الاستشفائية العمومية على غرار شارنيكول والرابطة وحبيب ثامر بغاية التعريف بأهمية استعمال بطاقة لباس وبالخدمات عن بعد التي يوفرها المركز الافتراضي إكنام. هنا بمستشفى شارنيكول تم تركيز وحدة متنقلة تابعة للصندوق الوطني للتأمين على المرض للإجابة على استفسارات المضمونين الاجتماعيين. الكارت إكنام هذه كارت نتاع لاباس، هاي باش نعطيه الكود نتاعي باش يشوف لي اسك حاضره مش حاضره شنو اللي ناقص وكذا، خاطر قال لي اتصلت بهم، قال لي اتصل باقرب كناب. نحب نعرف شنو هي معناتها كارت كناب هذه اللي مش تعطوهنا، شنو هي يعني شنو هي البيوت نتاعها، يعني كيفاش نستعملها. جيت بالكرني هذا على خاطر جاب سبع الورقه هذه باش يحب نشوف شنو هي كيفاش يعدوا بها وكيفاش يخدموا بها، يعطيه الكرني نخدم بها المراه هذاك. كما تم تسليم المضمونين الاجتماعيين بطاقة لباس في الإبان والتي تعوض البطاقة الورقية. خذيتها والله حاجة باهية، أنا جيت باش ناخذ رونديفو للمدام، كي لقيت هنا وليت دخلت كي جات مسهلة والله. عاود كارنيه تعرف ايه، قال لي 7 سنين ما نبدلش كارنيه. وحول هذه الاستفسارات أجاب الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتأمين على المرض كمال مدوري أن بطاقة لباس هي بطاقة علاج إلكتروني مجانية، ومن مزاياها تخفيف الضغط على مراكز الإكنام. البطاقة هذه هي سند علاج إلكتروني، الهدف متاعها هو تبسيط الإجراءات وتمكين معناتها المواطن المضمون الاجتماعي نتاع الإكنام باش يواكب معناتها الخدمات نتاع الإكنام عبر طرق إلكترونية، خاصة تغيير طبيب العائلة، تغيير معناتها المنظومة العلاجية، متابعة سقف الأمراض العادية. بالنسبة لمزدي الخدمات الصحية، أولا التعرف وتحديد هوية المستفيد من العلاج اللي هو المضمون الاجتماعي، الفوترة الإلكترونية، وعدة خدمات معناتها بالنسبة لمزدي الخدمة الصحية، يعني الطبيب، المخبر، التحاليل الطبية، المصحة. البطاقة هذه إن شاء الله باش تشمل معناتها 8 ملايين تونسي اللي هم 3.5 مليون مضمون اجتماعي وافراد العائله في الكفاله، دونك بما مجموعه 8 ملايين تونسي، وباش تشمل 20,000 مزدي خدمه صحيه متعاقد مع الإكنام. وعن الخدمات التي يؤمنها المركز الافتراضي إكنام والتي تندرج ضمن سياسه الانتقال الرقمي يجيب. المركز الافتراضي إكنام يمكن المضمون الاجتماعي من متابعه السقف، من تغيير المنظومه العلاجيه، من تحميل وثائق العلاج، من تحميل معناتها الوثائق التكميليه اللي طلبتها الإكنام،
من تغيير طبيب العائلة، من تغيير المنظومة العلاجية. أيضا بالنسبة لمزد الخدمة الصحية سواء الأوكنام ونقد لاباس أيضا باش يكون متوفر خدمات الإمضاء الإلكتروني، دونك حتى مزد الخدمة الصحية باش تكون هناك خدمات تتعلق معناتها بتحميل الوثائق للتعامل مع الأوكنام بالفوترة الإلكترونية وغيرها من الخدمات اللي نذكروا أن الصندوق بمقتضاه تحصل على جائزة من الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي لسنة 2023 كأفضل ممارسات فضلة في مجال الحوكمة وفي مجال معناتها مراقبة والتحكم في مصاريف العلاج. وتتواصل هذه الحملة داخل هذه المؤسسات الاستشفائية إلى غاية 3 نوفمبر القادم، تمهيدا إلى استعمالها كسند علاجي حصري في القطاعين العام والخاص بداية من السنة المقبلة. في أخبار الرياضة، فاز نادي الوداد الرياضي المغربي على الترجي الرياضي التونسي بهدف دون رد في مباراة جمعتهما مساء أمس بالدار البيضاء في ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة الرابطة الإفريقية الممتازة في كرة القدم. وسجل هشام بوسفيان هدف اللقاء الوحيد، وستقام مباراة الإياب يوم الأربعاء المقبل بملعب رادس. وتمر من الجميع، هادي بوسفيان يلعبها عاليه جوه المنطقه، ما لمسهاش، ما حدش لمسها على الاطلاق، هي فاتت من الكل، وحاول معز بن شريفيه انه يلحقها لكن الكوره كانت اسرع. واقع الرياضة العسكرية التونسية، آفاقها إنجازاتها، موضوع مثل أهم مضامين اليوم الدراسي حول الرياضة العسكرية الذي انتظم اليوم بتونس العاصمة بمشاركة ممثلين عن الجمعيات الرياضية العسكرية وعدد من رؤساء الجمعيات الرياضية وأبطال رياضيين عسكريين قدامى. أحمد الصالحي والتفاصيل. ألقى المشاركون في أشغال اليوم الدراسي حول الرياضة العسكرية المنتظم اليوم الضوء على تاريخ الرياضة العسكرية التونسية وإنجازاتها القارية والعالمية وإسهاماتها اللافتة في التتويجات التي حققتها الرياضة التونسية على مر التاريخ. الهدف من اليوم التاريخي هذا فما معناها عسكريين من جميع الدول الحاضرين باش نعرفوا ونقدموا الرياضة العسكرية هذه وتاريخها اللي يعتبر تاريخ كبير على مستوى المجلس الدولي للرياضة العسكرية، خاصة وأن تونس معناها ترأست معناها المجلس الدولي للرياضة العسكرية. حضور الرياضيين هذوما اللي كانت معناها بالنسبة لهم اعتراف بالجميل اللي قدموه في انطلاقة الرياضة العسكرية، فما حضورهم معناها موجودين لهنا منذ نشأة الرياضة العسكرية. الرياضة العسكرية التونسية تسهم في دعم رصيد النخبة الوطنية في مختلف الاختصاصات، ونجحت في تحقيق ألقاب عالمية وأولمبية مختلفة، إذ توج الرياضيون العسكريون بست ميداليات أولمبية، منها 4 ميداليات فاز بها البطل الأولمبي محمد الجمودي، فيما توج الملاكم حبيب جلحية بميدالية برونزية، وأحرز يوسف الوسلاتي على ميدالية برونزية في رياضة التايكواندو. الرياضة العسكرية المنتخب الوطني العسكري كان يمثل 90% المنتخب الوطني المدني. كنا مجموعة تتكون من 14 عداء، 10 عدائين في المنتخب الوطني، وساهمنا والفضل يرجع لشكون؟ للجمودي. الرياضة العسكرية هي الممول الأولاني للرياضة المدنية. كانت بتقدم الرياضة المدنية كما تكون ديجا الممول الأساسي هو الرياضة العسكرية مقدمة قدام حسب الإمكانيات، فما نتائج أنت حسب الإمكانيات الموجودة، النتائج قاعدة موجودة، كانت تتوفر إمكانيات أكثر باش تكون النتائج خير برشا. وبالتوازي مع تنظيم اليوم الدراسي حول الرياضة العسكرية التونسية، ستحتضن تونس غدا ولأول مرة أشغال المنتدى العالمي لعلوم الرياضة العسكرية بإشراف وزير الدفاع الوطني عماد منميش، وبمشاركة مسؤولين عن الجاهزية البدنية للقوات المسلحة الأمريكية والروسية والأوكرانية والهندية والفرنسية والمغربية والليبية. بهذا إذا نصل مشاهدينا إلى ختام النشرة، ونذكركم بأبرز عناوينها. مع افتتاح موسم جني الزيتون في عدد من ولاية الجمهورية، القيروان تحتل المرتبة الثانية وطنيا في إنتاج الزيتون السقوي وسط تقديرات بأكثر من 147 ألف طن من الزيتون.
انطلاق الحملة التوعوية داخل فضاءات الاستقبال المؤسسات الاستشفائية العمومية للتعريف بأهمية استعمال بطاقة لباس وبالخدمة عن بعد التي يوفرها المركز الافتراضي. ويمكنكم متابعة نشراتنا على مواقع التواصل الاجتماعي عبر نسخ الرمز الموجود على الشاشة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.